التصويره ويشوفوا عبد يصور يجيو يقفوا قدامه. بعدين تجيك تقول لك ما تصورين هكا جيتي وقفتي قدامي انت. باه شوفوا الاسعار، اسعار كم باي أغزو. عنده حاجات حلوين المحل لكن ما نعرفش انا الاسعار قديش. حتى فوق أغزو فما حاجات حلوين اهو شفتو. شوفوا هذه محلاها، شفتوا ها اهو شفتوا الاسعار كم يا باي. اغزر هذا مقديش، نحاول نلقى الراجل لان الراجل ليه يظهر لي اهو. كم الاسعار باي؟ الاسعار كم؟ ها مش سامعه. كم الاسعار؟ 90 سيم برايس. اوكي عنده هاو ب 90 درهم كلهم نفس السعر، الحب على 90 درهم تلقاو برشا هوندلي بوكس. اغزروا هذا مثلا اوكي اوكي قالكم على 80 يخليكم على 80 هاوك هاوك. شوفوا والله الخامه حلوه ماهيش خايبه معناتها تغسل هاوك شفتوا. اغسلوا هذه فيها هكا هذي كيما الحزام النص والاغزو شفتوا. وفما هذي الدونتيل هذا هاوك الدونتيل، وفما القماش معناتها فيها حاجتين. شوفوا هذايا حلوة برشا على 80 قالكم اخر بالطبيعة اللي باش يشري برشا باش نتصور يطيح لكم معناتها فاصل يطيح. شوفوا الابيض هذا محلاه او مش ابيض تحسوه اللي هو بلون كاسي او بيج مايل شوية على البيج. كلهم نفس السعر قالكم على 80 درهم. شوفوا هذايا محلاها زادا على قطع فيها قطعتين تصور اي قطعتين هكا هذيا معها هذيا الاسود واللون هذا هاكا حلوه برشا ومعها الشيله هاكا شفتوا معها الشيله حاسيلو. نشوف لكم برا الرقم المحل قداش ولا انا صورته لكم مانيش عارف مساش. نعاود مره اخرى نشوفوا هاكا رقم المحل جي 64.